مهرجان ويلز أند ويفز في مدينة بياريتس الفرنسية، فرصة فريدة للمهتمين بالدراجات النارية التي يتم بناؤها بشكل شخصي وبالدراجات النارية المعدلة، إضافة إلى المهتمين بركوب الأمواج والعروض الفنية على الشاطئ. الحرية والتفرد هما ما يميزان العروض التي يقدمها أصحاب الدراجات النارية أمام الجمهور. يمكن لكل شخص أن يحضر إلى هذا المكان ما يريد مما أنتجه في مرآبه الخاص، ومن المثير جداً رؤية الإبداع في هذا المهرجان. لا يهم من صنع هذه الدراجة أو تلك لأول مرة، فلدينا هنا دراجات هارلي وبي ام دبليو وغيرها. أعيش في منطقة الألب، هكذا بإمكاننا ملاحقة القطعان. لقد تركنا الخزان يتصدأ، وهكذا صنعنا شيئاً يلبي احتياجاتنا. في هذا الإطار المميز تقدم بي ام دبليو الدراجة النارية بي ام دبليو كونسبت باث 22 للجمهور، والتي تتبع نظام R9T. رفعنا الهيكل قليلاً وركبنا عادماً مناسباً وزودنا الدراجة بإطارات مختلفة، أي ب17 بوصة في الخلف و19 في الأمام، مع مقعد لشخص واحد وخلفه جزء مرتفع نسبياً. سير دراجة بي ام دبليو كونسبت باث يؤمنه محرك من اسطوانتين. ومميزات دراجة سكرامبلر المعروفة كالإطارات الخاصة بالمناطق الوعرة والإطار الأمامي الأكبر حجماً والعادم المرتفع نسبياً تمكنها من السير على الحصى أو الرمال بدون مشاكل. الأبرز في هذا الاحتفال هو سباق بانكس بيك ريس، الذي يمكن فيه مشاهدة أداء بي ام دبليو كونسبت باث 22 الجديدة في مضمار السباق.